هناك مشاريع أو مشروع قائم الآن، الربط مع جمهورية العراق، دول الخليج مع العراق، وكذلك هناك عمل قائم بين المملكة العربية السعودية والربط مع مصر، ونسعى لربط أكبر. ونحن هنا في دولة الإمارات عرضنا تجربتنا، وعرضنا كذلك تجربتنا في إنشاء سوق لبيع الكهرباء داخل أو بين الهيئات عندنا في دولة الإمارات، وهذا أعتقد بيكون نواة لسوق أكبر الكهرباء بيننا في دول الخليج، وكذلك بين دول الخليج وبين العالم. وعرضنا كذلك مشاريعنا، تحديث استراتيجية الطاقة واستراتيجية الهيدروجين والسيارات الكهربائية، ويعني الاعتماد على الكهرباء بشكل أكبر، وتخفيض الكهرباء وتخفيض البصمة الكربونية من قطاع الكهرباء.